السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. إذن في هذا الفيديو سوف نتحدث عن مواعيد التسجيل في بعض المدارس والمعاهد العليا بالنسبة للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المستوى البكالوريا وكذلك التلاميذ الحاصلين على البكالوريا. بالنسبة هذه المدارس والمعاهد تعتمد على التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بها، واليوم سوف نتكلم عن بعض المدارس العليا والمعاهد ومواعيد التسجيل للولوج إليها. إذن بالنسبة هذه القناة سوف نخصصها في هذه الفترة لكيفية التسجيل في المدارس والمعاهد بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على البكالوريا وكذلك التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في البكالوريا. إذن إن شاء الله عندما يبدأ التسجيل في مدرسة أو معهد سوف نتكلم عن كيفية التسجيل بالتفصيل، لأن كما تعرفون أن البكالوريا أن التلاميذ الذين يدرسون في البكالوريا سوف يبدأون بالتسجيل للولوج إلى المدارس العليا، لهذا يجب أن تذكروا دائما التاريخ بداية التسجيل حتى لا يمر التسجيل وأنتم لم تتسجلوا. إذن لهذا فضلا وليس أمرا اشتركوا في هذه القناة لتوصلوا بجديد المدارس والمعاهد فيما كان شي جديد إن شاء الله، راه غادي نلونسو إن شاء الله في هذه القناة. إذن لنبدأ على بركة الله بالمدرسة الأولى التي سوف نتطرق إليها، هي المدرسة ONCG، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. غادي يبدأ التسجيل يوم 6 يونيو 2020 وغينتهي التسجيل 6 يوليوز، إذن مدة شهر. حال دابا هنا خصنا ردو البال ديال بداية التسجيل من 6 يونيو حتى 6 يوليو بالنسبة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. بالنسبة للمعاهد العليا للمهن التمريضية والتقنيات الصحة SPITS غادي يبدا التسجيل يوم 24 يونيو وغادي ينتهي يوم 10 يوليوز. هنا بطبيعة الحال كما قلنا راه كاين موقع الكتروني، يعني هاد المدارس اللي غنطرقو ليهم راه تقريبا الاغلبيه ولا التسجيل الكتروني. اذا بالنسبه لهاد المواعيد غتبدا يبداو نهار 24 يونيو وغادي يسالو نهار 10 يوليوز. كذلك ليسكا او المعهد العالي للتجاره واداره المقاولات غادي يبدا من 29 ابريل الى 17 ماي 2020. بالنسبه لهاد المعهد هذا راه بدا التسجيل ديالو وراه غينتهي يوم 17 ماي، ردوا البال 17 ماي غادي يسهل اللي بغى يسجل في هذا المعهد. كذلك المدرسه الوطنيه العليا للفنون والمهن ايكون ناسيونال سوبيريور دارت ايميتي غادي يبدا التسجيل من 1 يونيو وغادي يسالي يوم 30 يونيو، يعني مده شهر بالنسبه اللي بغى يسجل في هذه المدرسه. كذلك هنا لدينا المعهد العالي للدراسات البحريه بالدار البيضاء هذا سميتو ايزام، غادي يبدا التسجيل يوم يعني قبل 20 يونيو بالنسبه هنا غادي تسجلوا فيه وغادي غادي ضروري الاستماره ديال التسجيل، يعني غديروا الايداع ديال الملف وتحطوه في المعهد، يعني تعمروا لاسكريبسيون سيور سيت اي اونفا غادي تحطوا الدوسي ديالكم في المعهد. كذلك المدرسه الوطنيه للفلاحه بمكناس انام غادي يبدا التسجيل ديالها قبل 12 يوليوز، اذا 12 يوليوز غادي يبدا التسجيل في هذه المدرسه الوطنيه للفلاحه. كذلك المعهد العالي للصيد البحري هذا كاين في اكادير كاين في انزا غادي يبدا من قبل من 19 يوليوز، يعني 19 يوليوز غادي يبدا قبل، وخاصكم ديبوزيت الدوسي ديالكم في المعهد. بالنسبه لهذا المعهد انا فيت دوزتو اللي بغى شي معلومات عليه يحط لي كومونتير. كذلك عندنا معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره غادي يبدا التسجيل قبل 30 يونيو. هذا المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره يعني انسيتي اغرونوميك اي فيتيرينير حسن دو، يعني غيبدا قبل من 30 يونيو 2020. كذلك عندنا المعهد العالي لعلوم الصحه هذا كاين في السطات هذا غادي يبدا قبل من 21 يوليوز 2020، يعني قبل 21 يوليوز غادي يبدا التسجيل في هذا المعهد، المعهد العالي لعلوم الصحه. كذلك عندنا المدرسه الوطنيه لعلوم التطبيقيه يعني لينسا
غادي يبدا من 1 يونيو الى 30 يونيو، يعني المده ديال التسجيل تعطيهم شهر. لهذا خصكم تردوا البال على حساب المواعيد التسجيل باش ما يفوتكمش الاجل، وان شاء الله فيما كان ان شاء الله شي انستيتي ولا شي ايكول غادي يبدا التسجيل ديالي ان شاء الله سوف نتلقى اليه بالتفصيل باش كاع التلاميذ ان شاء الله يتسجلوا ان شاء الله في جميع، ماشي نقولوا جميع، نقولوا المدارس اللي لونساو لانسكريبسيون بار سيت، غادي ان شاء الله غادي نطرقوا لها ان شاء الله باذن الله. لهذا اشكركم والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.